بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل مع تدقيق الجودة في جزئه الثاني. إذا من خلال الحصة السابقة أو الجزء السابق رأينا أن إرساء نظام لإدارة الجودة وإدارته يتطلب القيام بمجموعة من التدقيقات. جزء منها قد يكون داخلي، أي تقوم به هيئات تابعة للمؤسسة، قد تكون ليقوم بها هيئة إدارة الجودة، إدارة ولا مسؤول إدارة الجودة أو وظيفة إدارة الجودة، ولا يمكن كذلك في المؤسسات الكبرى خلق وظيفة مستقلة وإدارة مستقلة معنية بالتدقيق. نوع آخر من التدقيقات هي التدقيقات الخارجية التي تقوم به مكاتب استشارية أو مؤسسات مستقلة عن المؤسسة نتاعنا. هذا التدقيق الخارجي يكون إلزامي في بعض الأحيان، مثال ذلك في حالة الحصول على شهادة المطابقة للإيزو. المؤسسة المانحة للشهادة غادي تفترض القيام بمجموعة من التدقيقات. حالة أخرى هي حالة الحصول على اعتمادات. في بعض الأحيان كذلك المورد أو الزبون، إذا كانت مؤسسة كبيرة وتركز على الجودة، غادي يتفرض عليك أنها تجي عندك ولا تبعث لك خبراء مدققين يقوموا بعملية التدقيق للتأكد من الجودة في مجموعة من الجوانب كالإنتاج، التخزين، التوزيع، باش تضمن باللي المنتوج اللي تقدمه لها يكون ذو جودة عالية ومطابق للمواصفات نتاعها. قلنا كذلك أننا في إطار التدقيق خصنا نديروا برنامج سنوي لمختلف التدقيقات، من حدو مختلف التدقيقات اللي نقوموا فيهم، طبيعة نتاعها، هل يتعلق الأمر بتدقيق للسيرورات، تدقيق كلي، تدقيق للإجراءات إلى آخره. كذلك المكان، هل التدقيق كاين تدقيقات غادي تشمل وظيفة الإنتاج، وظيفة المالية، إدارة الموارد البشرية، والتاريخ نتاعهم والتسلسل الزمني نتاعهم، بشكل يعطينا صورة واضحة حول مختلف التدقيقات اللي لازم القيام بها، كذلك الموارد اللازمة لتحقيقه. بعد ذلك غادي نمشي ونلونسيو التدقيق. قبل ما نديرو التدقيق خصنا نقوموا له مجموعة من التحضيرات كما شفنا في الحصة السابقة. هذه التحضيرات فيها الحاجة الأولى أننا نديرو لكل تدقيق على حدة خطة عمل. في هذه الخطة نديرو مختلف النشاطات اللي نقوموا بها، التاريخ نتاعها، وين غادي نديروها، ومع منش، المصالح نتاع المؤسسة. كذلك غادي نوجدوا الوثائق اللازمة للتدقيق. هذه الوثائق البعض منها المدقق يوجدها، كما قوائم المراجعة مثلا، كما كذلك دليل المقابلة في حالة ما إذا درنا مقابلات مع المسيرين والعمال، وبعض الوثائق اللي المؤسسة اللي يمشيوا لها ولا الوحدة اللي يمشيوا لها هي اللي توجدهم كدليل الجودة على سبيل المثال. أخيرا قبل ما نمشيو باش نديرو عملية التدقيق نتصلو بالمسؤول، نحكيو معاه، نفهموه الهدف من التدقيق، ونتفاهموا معاه على الموعد وعلى الشروط الواجب توفيره. موراها نمروا لإجراء التدقيق، ومن خلال هذه الحصة غادي نركزوا أكثر على منهجية إجراء تدقيق الجودة. إذا تدقيق الجودة يمر بثلاث مراحل أساسية: الاجتماع الافتتاحي، إجراء التدقيق، وأخيرا الاجتماع الختامي. في الاجتماع الافتتاحي واش غادي نديرو؟ غادي نجمعوا مختلف الأطراف المشاركة في التدقيق، وغادي نحاولوا الحاجة الأولى نفهموهم الأوبجيكتيف نتاع الأوديت، أنه غادي يسمح بتحسين الجودة في مجال الخاضع للتدقيق، كذلك أننا نتعرفوا على نقاط الضعف ونتجاوزوهم ونحسنوهم. كذلك عادة كي نقولوا لوديت، العامل ولا المسير يكون خايف، إذا بالتالي ماذا بنا نعطيهم الضمانات الكافية. الحاجة الأولى حول سرية المعلومة ولا الحاجة اللي يقولها ما نمشوش نوصلوها للمسؤول الإداري نتاعه، ما نستعملوهاش في جوانب غير الجوانب التي جمعت من أجلها. كذلك نعطيوها الضمانات باللي ما رحناش في إطار تتبع الأخطاء والمعاقبة، بصح لوبجيكتيف اننا نمشيو لاميليوراسيون كونتيني، تحسين سيرورة الجودة ولا اجراءات الجودة على مستوى المؤسسة. كذلك نحاول نحصلوا على انطباعات الحضور حول برنامج الجودة، هل هو ملائم
اسكو فيه نقائص، واش نقدروا نديروا باش نعدلوه ونحسنوه. الاجتماع هذا يكتسي أهمية كبيرة باعتبار أنه أول اتصال ما بين المدقق والأطراف الخاضعة للتدقيق. الشيء الجيد لهذا الاجتماع يسقط كل التخوفات. من أجل ذلك يجب التذكير بأن التدقيق يهدف إلى مساعدة الطرف الخاضع للتدقيق على حسن ولا على تحسين عفوا نظام إدارته. يجب كذلك إرساء مناخ مبني على الشفافية، الاستماع المتبادل والرغبة في فهم الآخر. كما قلنا في الاجتماع الافتتاحي غادي يشاركوا مختلف الأطراف، غادي يشاركوا المسؤولين الوحدات الخاضعة للتدقيق مثلا مصنع إكس، إدارة المالية، إدارة الموارد البشرية إلى آخره، مختلف المدراء، عمال الميادين الخاضعة للتدقيق خاصة العمال اللي غادي نديروا معاهم مقابلات، ممثلين عن الإدارة العامة، ونقدر نجبره كذلك نقدر نعيط الممثلين عن النقابات، علاش؟ لأن النقابات عندهم قدرة كبيرة على التأثير في العمال. بالتالي اللي عيطنا لهم من قبل وطلبنا منهم المساهمة وطلبنا أعطيناهم الضمانات حول حماية العامل، هما يقدروا يعاونونا يحفزوا العمال ويدفعوهم للاستجابة أكثر. أهداف الاجتماع الافتتاحي، علاش نديروا هذا الاجتماع؟ باش نجاوبوا على مختلف الأسئلة التي قد تتبادر في ذهن الفاعلون المشاركون في التدقيق. الحاجة الأولى نعرفوهم بالمسؤول عن التدقيق والمدققين المشكلين الذين ينتمون لفريق عمله، ذلك الوحدات الخاضعة للتدقيق مثلا مصلحة الموارد البشرية في مصنع إكس، مصلحة المالية في مصنع إيكراك، موقع البناء مثلا في وهران إلى آخره. إذن نحدد مختلف الوحدات الخاضعة للتدقيق، كذلك نحدد طريقة سير التدقيق، وش هي مواعيد المقابلات والنشاطات المختلفة، وش هي الطرق اللي نستعملوها. اسكو غادي نديرو تدقيق الوثائق، مراجعة الوثائق، اسكو نديرو مقابلات، زيارات ميدانية إلى آخره. كذلك غادي نتكلموا مع المسيرين والعمال الحاضرين ونديو ردة الفعل نتاعهم، هل مخطط التدقيق جيد وملائم ولا خصنا نعدلوه؟ مثلا بالنسبة للتواريخ، الأماكن، كذلك الموارد والظروف اللازم توفيرها إلى آخره. كل هذه الجوانب نناقشوهم مع المسيرين والعمال. خلال هذا الاجتماع الافتتاحي مسؤول التدقيق عنده مجموعة من المهام. الحاجة الأولى يجب أن يتأكد أن كل الأسئلة تمت الإجابة عليها وأن كل الحضور فهموا مهمة فريق التدقيق، الغاية والأهداف من التدقيق، مجال التدقيق وش هي الأقسام والمصالح اللي غادي نخدموا معاهم، كذلك برنامج المقابلات والاستقصاءات الأخرى التي سيجريها فريق التدقيق. يجب كذلك أن يذكر المسؤول أن التدقيق أداة تسمح بتقييم مدى تحقيق الأهداف التي رسمها نظام الجودة، وأن يلقي الضوء على الجوانب التي تسير بشكل جيد من جهة والفوارق الواجب تداركها من جهة أخرى. خصنا دائما نعطيه الضمان ونأكده أننا ما رحناش جايين باش نعاقبه ولا فقط نركز على الجوانب السلبية، بصح باش نديرو تقييم إجمالي لنظام الجودة، نركزوا أكثر على الجوانب الإيجابية، بصح لكن كاين نقائص نذكروهم من باب التحسين والتدارك. مور الاجتماع الافتتاحي غادي نبداو في عملية التدقيق. عملية التدقيق غادي نستعملوا مجموعة من التقنيات. الحاجة الأولى نراجع الوثائق، إذا كان التدقيق متعلق بالسيرورات غادي نطلبوا من الوحدة الخاضعة أننا تجيب لنا السيرورة نراجعوها باش نعرفوا اسكو هي فعالة ناقصة، كيفاش نقدروا نحسنوها. كذلك الملاحظة على مواقع العمل، إذا كان السيرورة مثلا فيها نقاط للمراقبة، أنا غادي نمشي مثلا لمصلحة الإنتاج، إذا كان السيرورة سيرورة للإنتاج غادي نشوف نقاط المراقبة، اسكو فريمون رحنا نراقبوا ولا ما رحناش نراقبوا، اسكو مصلحة الإنتاج راح تسجل نتائج التقييم إلى آخره.
إجراء المقابلات مع المسؤولين وعمال ينشطون في الميدان. إذا هنا وش غادي نديروا مجموعة من العمال والمسؤولين، نريحوا معاهم، نشيخوا معاهم، ونطرحوا لهم واحد الأسئلة مفتوحة في جو غادي. الحاجة الأولى نحسوهم بالأريحية، نعطيوهم الضمان ونتكلموا معاهم ونخليوهم يتكلموا لنا على مختلف النقاط الإيجابية والسلبية. وهنا بالنسبة للمقابلات المفتوحة، السؤال المطروح اسكو غادي كي نتلاقى للعامل ولا المسير نتكلم عليه معه بشكل عفوي بلا ما نوجد، ولا نوجد مجموعة من الأسئلة اللي تسمى دليل المقابلة واستمارة المقابلة. إذا هنا يمكن القول على حسب العديد من المؤلفين أنه باستثناء التدقيق الأول، أين يمكن للمستجوب أن يصاب بالاضطراب أو أن ينسى ما هو أهم، لا يتوجب تحضير استمارة للمقابلة. نحن من الأفضل نعطيه للتدقيق طابع العفوية، نخليو العامل ولا المسير يجاوب ويتكلم بأريحية. ما نديروش واحد لي كيسيون متعدين وستريكت، بس حنا غادي نسيروا المقابلة، غادي نطرحوا له سؤال ومن بعد يتكلم بعد كي تكون الحاجة نوجهوه لجانب ولا لسؤال آخر. خلال المقابلة يجب أن يسجل المدقق ما يبحث عنه. إذا غادي نسجل المقابلة، إذا اليوم أكثر فأكثر يستعمل التسجيل الصوتي للمقابلة، ومن بعد غادي نقوموا بالتحليل نتاعها. وعلى ضوء كلام المستجوب ستأتي الأسئلة لوحدها. خلال المقابلة يجب أن يعبر المدقق عن الفوارق التي اكتشفها وأن يسجلها مع المستجوب. إذا هنا غادي كي يتكلم المستجوب، الحاجة الأولى ممكن من خلال الكلام تاعه نجبره بلي كاين واحد النقاط وين المؤسسة ما راهش تحترم ولا ما راهمش يحترموا نظام الجودة الرسمي. وممكن أن تكون كذلك نقاط سجلناها من قبل في إطار تحليل الوثائق، مراجعة الوثائق، ولا في إطار الزيارة الميداني. هنا غادي نولي له على هذوك النقاط، قال تيل بوا راه عندكم فيه بروبليم، حكي لنا عليه ولا علاش اكسيتيرا، اعطينا تفسيرات. قال مثلا كي درنا الزياره الميدانيه شفنا انه من المفروض انه كي يخرج المنتوج النهائي ديروا له اختبار اكس، كما مثلا اختبار مستوى الحموضه، من اختبار الخلو من خلو الماده الغذائيه من المضادات الحيويه كما الحليب مثلا. بس هذا الاختبار ما راكش يدير، ما راكوش ديروه. علاش؟ هو غادي يعطيك مثلا تفسيرات، يقول لك مثلا لاباري راها خاسره، مثلا دي رياكتي في المواد المستعمله في الاختبار ما راهاش متوفره، مثلا عندنا صعوبات مع المخبر التحليل الى اخره. وغادي يعطيك تفاسير اللي تكون عندها فائده، وغادي توجه كذلك القرارات المتخذه في المستقبل من اجل حل المشكل. حالات عدم المطابقة والملاحظات المقدمة، حنا خلال عملية التدقيق غادي نجبروا حالات عدم المطابقة، بالتالي خصنا نقدموا ملاحظات حولها ونطلبوا من المسيرين أن يديروا خطة عمل من أجل معالجة هذه الحالات اللي رحنا فيهم ما نحترموش نظام الجودة الرسمي. من يمكن القول كثير ما يؤدي التدقيق إلى اكتشاف حالات عدم المطابقة. من جهة أولى يمكن اعتبار حالات عدم المطابقة كمحاور يمكن العمل عليها من أجل تحقيق تحسينات وتقدم في المستقبل. من جهة أخرى في إطار التدقيق المتعلق بالاعتمادات والحصول على شهادات الجودة، ملاحظات عدم المطابقة تدل على إخلال المنظمة بمتطلبات مواصفات الجودة. إذن بالتالي إذا كانت حالات صغيرة غادي المؤسسات المانحة للشهادة غادي تطلب تصحيح هذه الحالات وإعداد خطط لذلك وإنجازها، ومن بعد يجيونا في إطار تدقيق للمتابعة. في الحالة الثانية تكون هذه الاختلالات كبيرة جدا لا يمكن تداركها، ممكن أن المؤسسة المانحة للشهادة تمشي لعملية سحب الشهادة. اجتماع الختامي، بون حنا اون فوا درنا التدقيقات نتاعنا مختلف العمليات، غادي نحلوا البيانات نتاعنا، نحلوا النتائج اللي وصلنا لها، نديروا واحد الملخص نتيجة نهائية، ونديروا اجتماع ختامي.
الاجتماع هذا الختامي كذلك كما الاجتماع الافتتاحي أو الأولي غادي يحضروا له كاع الأشخاص اللي شاركوا في عملية التدقيق من مسيرين وعمال. هنا يلاحظ مسؤول فريق التدقيق الحضور ويراقب أثر النتائج عليه. إذا غادي يحضروا مختلف الحضور غادي نقدموا لهم النتائج ونشوفوا ردة الفعل نتاعهم. الاجتماع الختامي هذا خصنا نحضروه ساعة وساعة ونصف من قبل. في عملية التحضير هذه وش خصنا نديرو؟ خصنا نقارنوا نتائج نشاطات التدقيق المختلفة والتأكد أنها متجانسة وتصب في اتجاه عام وموحد. في بعض الحالات ممكن نجبرو أنه مراجعة الوثائق أعطانا نتائج في جوانب معينة مختلفة عن التدقيق ولا التدقيق الميداني. ممكن كذلك ما بين التدقيق الميداني والمقابلات نجبر النتائج مختلفة. نحاول نشوف هذه الاختلافات نفسروهم ونحاول نوحدوا وجهة النظر. حنا كذلك نراجع الفوارق. الفوارق أي حالات عدم المطابقة والتعبير عنها بصياغة واضحة تركز على الواقع وترمي إلى تبني مخطط عمل مستقبلي. هنا بالنسبة للفوارق ما غاديش نتكلموا وكأننا قال نعاقبه ولا علاش ما درتوش ولا علاش غلطت ولا، ولكن نقولك كاين ان بروبليم في تال دومين كيف مش قادرين نديرو باش نكوريجيوه. كتابة تعبير أولي عن نتائج التدقيق سيتم نقله شفويا وكتابيا للحضور خلال الاجتماع الختامي. النقاط التي يتطرق إليها مسؤول التدقيق. إذا خلال الاجتماع الختامي مسؤول التدقيق غادي يتكلم على مجموعة من النقاط. الحاجة الأولى غادي يتكلم على نقاط قوة الوحدة الخاضعة للتدقيق. احنا دائما باش دائما نرفعوا المورال باش ما تكونش النظرة السلبية نتاع الناس اللي خدمنا معاهم. الحاجة الأولى نركزوا على نقاط القوة على الوحدة الخاضعة للتدقيق. موراها نتكلم على النقاط الحساسة، النقاط اللي راه فيها مشاكل أو نقاط ضعف، وكذلك غادي نعلق عليها بإيجاز. إذا نعلق على حالات عدم المطابقة ونوصفوها ونشرحوها. يتم في الأخير قراءة الفوارق الملاحظة من أعضاء فريق التدقيق الذين كتبوها. حالات المطابقة شكون اللي يقراها؟ مش المسؤول، بصح كل واحد لاحظ، كل واحد في التدقيق، كل مدقق لاحظ مشكلة وحالة عدم المطابقة غادي يقراها على التوالي. بعد ذلك سيتم تسليم نتائج التدقيق حيث يطلب مسؤول التدقيق الموافقة الرسمية للفاعلين المشاركين في التدقيق على النتائج. إذا النتائج غادي نصادقوا عليها من طرف كاع المشاركين. يتم تسليم نصها للمسير من أجل أن يعد الرد. الرد هذا واش غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه مخطط العمل لرفع حالات عدم المطابقة. نحن لو رابور نمدوه للمسيرين نقول له عندك 15 جور 20 يوم بالنسبة لحالات عدم المطابقة، دير واحد المخطط برنامج لإجراءات تسمح بحل هذه المشاكل. إذن كذلك من بين العناصر المهمة اللي يجب التطرق إليها طريقة كتابة وتحرير تقرير التدقيق. إذن وهذا غادي نتطرقوا له فيما يلي. الحاجة الأولى، تقرير التدقيق يسلم إلى مجموعة من الأطراف. الحاجة الأولى يعني المشاركين في عملية التدقيق داخل المنظمة وعندهم حق الاطلاع على النتائج، بالتالي كاع غادي نبعتوا لهم. بكري كانت بار بوست ولا يسلم يدويا عن طريق الإدارة، بس اليوم نقدر نبعثوه بار إيميل. إذا قال المشاركين في عملية التدقيق نبعثوا لهم النتائج. كذلك المشرفون على تنفيذ ومتابعة مخطط العمل الذي تم إعداده لمعالجة حالات عدم المطابقة. إذا قال المسيرين والعمال إذا اللي غاديين يقوموا برفع ولا المشاركة في رفع حالات عدم المطابقة نبعثوا لهم التقرير.
كذلك إدارة المنظمة التي خضعت للتدقيق. وأخيراً أعضاء الهيئات المانحة لشهادات الجودة والاعتمادات. من ماذا يتكون التدقيق؟ تقرير التدقيق عفواً. الحاجة الأولى غادي تكون فيها صفحة الغلاف اللي تتضمن معلومات عامة، مجال التدقيق، التاريخ نتاعه، فريق العمل إلى آخره. خط التدقيق غادي نعاود نشرحه، أهداف التدقيق المنهجية نتاعه، الأدوات التي استعملها، المراحل، التواريخ إلى آخره. ملخص التقييم، ملخص تقييم أو نتائج التدقيق. ملاحظات كل عضو من أعضاء الفريق على حدة. محضر شفوي للاجتماع الختامي. قوائم حالات عدم المطابقة، إذن حالات عدم المطابقة الجوانب والنقاط لما المؤسسة ما راش تحترم فيها معايير الجودة ولا جوانب من نظام الجودة، غادي نديروهم في قائمة. وبعد ذلك غادي نزيدوا مخططات العمل التي اعتمدتها الإدارة من أجل معالجة حالات عدم المطابقة وأسماء المسيرين المشرفين على تنفيذها ومراقبتها. إن أبرزت كذلك التدقيقات السابقة حالات لعدم المطابقة، يجب التأكد هل هذه الحالات تمت معالجتها والإشارة إلى ذلك. إذا من بين مختلف العناصر، حالات عدم المطابقة تكتسي أهمية بالغة باعتبار أنها الحاجة الأولى تشكل محل نزاع ولا تأثر على المسيرين والعمال أوتوماتيكمان. أي واحد ما يبغيش الانتقاد، ما يبغيش يجي واحد ويكتب رابور ويدير فيه نقاط سلبية حول العمل نتاعه. كذلك هي جوانب سيتم العمل عليها من أجل تحسين نظام الجودة. بالتالي كي نجيو نحررو حالات عدم المطابقة، يجب مراعاة أمرين اثنين. على مستوى المنظمة التي خضعت للتدقيق، تقرير سينشر ويسلم على الأقل للعمال الذين تمت مقابلتهم. يجب أن يفهم كل هؤلاء على اختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم الثقافية والعلمية لغة محتوى التقرير. إذا بالتالي غادي نستعمل واحد اللغة بسيطة يسهل على الجميع فهمها. المؤسسة المانحة للاعتمادات وشهادات الجودة ستتخذ قرارات بالارتكاز الحصري على محتوى التقرير. إذن يجب التأكد من وضوح الأفكار والنتائج. إذن مختلف الأفكار، النتائج، حالات عدم المطابقة، التوصيات سيتم صياغتها بشكل بسيط وواضح ومفهوم. من بين التوصيات المتعلقة بتحرير حالات عدم المطابقة، الإيجاز بالاعتماد على جمل قصيرة. الإشارة إلى كل حالة من حالات عدم المطابقة في أقل من 3 أسطر، كما في المثال السابق قال مثلا عدم القيام باختبار تركيز المضادات الحيوية في الحليب قبل عملية الإنتاج. إذا هنا راها واضحة، كاين غياب نتاع فحص مخباري. قال مثلا عدم ارتداء عمال للقبعات في ورشات ولا في مواقع البناء باعتبار أنه هذا معيار من معايير سلامة العمال على مستوى مؤسسات البناء. بالنسبة لحالات عدم المطابقة المعتبرة التي تتطلب مخططات عمل، من الأفضل إعطاء بعض الأمثلة القطعية عن هذه الحالات. تحرير الحالات عدم المطابقة لحظة اكتشافها وتسليم نسخة منها للوحدات الخاضعة للتدقيق بغية التأكد منها خلال الاجتماعات والنشاطات التي ستجمع المدققين مع مسيري الوحدة. إذا احنا غادي كي نديرو التدقيق كي نكتشفوا حالة عدم المطابقة، نكتبوها في البلاس ونمدوها للمسيرين، الحاجة الأولى باش نناقشوها من بعد في الاجتماعات. كذلك لا كانت نقاط عدم مطابقة كبيرة باش يوجدوا رواحهم يبداو يفكروا في مخططات العمل لرفع هذه الحالات. النص النهائي المتعلق بحالات عدم المطابقة يجب أن يسلم للمسيرين خلال الاجتماع الختامي أو قبله لتحضير برنامج العمل الذي سيدرج في تقرير
في قرير التدقيق. لكل حالة عدم المطابقة يجب أن يسأل ممثلو المنظمة الخاضعة للتدقيق عن مخطط العمل الذي سيتخذ وعن قدرته على معالجة المشاكل المدركة. في النهاية يجب الكلام عن كفاءات المدقق. إذا نشوف أن عملية تدقيق الجودة مهمة جدا على مستوى المؤسسات، وبالتالي كذلك حرجة باعتبار أنه عادة المدقق يواجه تخوف ومقاومة من طرف المسيرين والعمال، بالتالي المدقق لا يجب أن يتوفر على مجموعة من الكفاءات من بينها النزاهة، التمسك بالحقيقة والعدالة. ماشي غير يجي المسير ولا العامل ويحكي العامل ويحكي معاك ويقول لك اودي الله يحفظك وشوف كيفاش تدير وضرب النح تضرب النح. خص يكون نزيه وقاصح كما يقول. الانفتاح أي القدرة على الاستماع، على تقبل الأفكار ووجهات النظر المختلفة، لأنه في بعض الأحيان وجهة النظر المدقق تكون خاطئة أو ناقصة. الدبلوماسية أي الكياسة واللباقة والمحافظة على العلاقات الجيدة مع الفاعلين. الملاحظة الجيدة من خلال الاستماع، الملاحظة، الإحساس بالمشاعر والتعبير عنها. النظرة الثاقبة القدرة على الفهم والتحليل السريع للمواقف، التأقلم السريع مع المواقف. المثابرة أي التركيز على تحقيق الأهداف. كذلك العزم أي السرعة في استخلاص النتائج القائمة على الحقائق. الاستقلالية أي التصرف بشكل مستقل مع إقامة علاقات فعالة، أي أننا بالرغم من أننا غادي نخدموا مع الناس ونتعاونوا معاهم نتعاملوا مع الإدارة، بصح في العمل نتاعنا خصنا تكون عندنا الاستقلالية والقدرة على أننا نديروا تقرير نزيه وصادق دون أن يؤثر علينا طرف أو طرف آخر. إضافة إلى الكفاءات، ماذا بينا نتكلم على مسؤوليات مسؤول التدقيق. هنا في إطار عملية الجودة التدقيق على الجودة عفوا، مسؤول التدقيق عنده أهمية بالغة ودور محوري يلعبه. الحاجة الأولى عنده مسؤولية كبيرة متعلقة بالتخطيط للتدقيق واستعمال كل الموارد. كذلك هو ممثل للفريق أمام الإدارات المختلفة، فريق التدقيق وأمام العمال. كذلك يقوم بتنظيم فريق التدقيق وتوجيه أعضائه. كذلك يقوم بإدارة المدققين الذين يكونون في طور التكوين ونصحهم وتوجيههم. كذلك يقوم بمرافقة الفريق في تحرير نتائج التدقيق. كذلك يقوم بالتنبؤ بالصراعات اللي قد تكون ما بين المدقق والمسير ولا ما بين المدقق والعامل، وحلها وتحرير وتحضير التقرير النهائي. إذن إلى هذه النقطة انتهت المحاضرة. نشكركم على الاستماع وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.